واحد لازم يكون واعي على المرض اللي عنده مثلا. نعم. اللي عنده شقيقة لازم هو يعرف على المرض اللي عنده ويعرف نفسه ويعرف شلون النوبة تجي يستثار أو عافية. نعم. يستثار شلون تجي النوبة، شلون يسيطر عليها، وشنو ياخذ الدواء ومراجعه. واي طبعا والتزام. يمكن علاجه، ليش لا، ممكن حتى السيطره عليه يعني بدون علاج طبعا اكيد. طيب دكتوره، هذا المرض ده يجيني على الفيسبوك، سؤال يقول ياثر على المقبلين على الزواج للرجال مثلا او حتى النساء بالاخصاب بال يعني الاطفال، ما يأثر نعم. الموضوع هذا ما له دخل يعني هو شخص عادي يقدر يكمل حياته حاله حال اي شخص ثاني، وحتى يعني الامرأة مرات بسبب تغييرات بالهرمونات اللي عندها. نعم. بس مو الزواج يعني، اثناء خلينا نقول الدورة الشهرية. نعم. اثناء الحمل. نعم. فترة ما بعد الولادة هذه قد تحصل الـ 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 الانثى اللي عندها صرع قد يحصل يعني تغييرات بها، فينراد مراجعة الطبيب. يعني المرأة والصرع يعني موضوع كلش واسع واسع. نعم. إلى علاقة، بس يعني هم مقدور عليه، ممكن السيطرة عليه بالالتزام أكيد يعني فشي عادي، لأنه حقيقة دي يسألون يعني على أنه ها هذا الشخص بيصرع الأنثى اللي عندها صرع. نعم. ومثلا تجيها النوبات أثناء الدورة الشهرية أو زيادة. نعم. بالنوبات يمكن التعامل معها بشكل خاص. اللي تقبل على حمل. نعم. يمكن التعامل وتغيير الدواء وترتيب الدواء وتنظيمه بشكل خاص، وكله موجود وكله يعني ممكن. ممتاز. طيب دكتورة، مضاعفات ممكن تحدث المريض الصرع، ممكن يزداد الصرع يعني أنه ممكن يسبب لنا مشكلة خلينا نقول أخرى، مرضية أخرى، أو لا خلص يعني هو صرع أو يعني راح يبقى على نفس المستوى. هو السبب سبب الصرع. يعني هو بالأساس ياهو من هو السبب. إذا سبب عضوي وأكو تلف بمنطقة معينة بالدماغ. نعم. فهي هاي المنطقة على شنو مسؤولة، راح يصير بيها خلل.